أقامت ثانوية العروبة للمتفوقين حفلاً فنياً موسيقياً ومعرضاً لأعمال طلاب ورسوم فنية ومسرحيات في المركز الثقافي في مدينة القامشلي بريف الحسكة. تكريم المتفوقين في هذه الثانوية، كان هؤلاء الطلاب لهم نصيب من اسم هذه الثانوية، هي ثانوية العروبة للمتفوقين. هؤلاء الطلاب لم يكتفوا أن يكونوا متفوقين دراسيا، أيضا أبدعوا في الفنون من خلال هذا الحفل الموسيقي ومن خلال مواهبهم الفنية. نقول ألف مبروك لهؤلاء المتفوقين في محافظة الحسكة، ودائما هم كانوا السباقين وحصدت محافظة الحسكة مراكز متقدمة على مستوى القطر. طلابنا المتفوقين الذين أخرجوا المراتب الأولى في المراحل الانتقالية، بالإضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى في المحافظة من طلاب المدرسة في شهادة التعليم الأساسي. تكريم المتفوقين يعطيهم حافز للكثير الكثير من العطاء، وأيضا لرفاقهم ليتميزوا أيضا ويلحقوا بهم على دروب التفوق. الحفل تضمن معرضا للمجسمات المصغرة لأفكار علمية للطلبة، ومسرحيات وفقرات شعرية، وعدد من الأنشطة الذهنية. أنا الحمد لله اشتغلت وتعبت على حالي لأحقق حلمي وحلم والديني، وقبل كل شيء حلم سوريا لابن سوريا، لأن نتعب عليه لأنه نحن أولاده وسوريا بتستاهل كل خير، لأنه إذا ما نحن بنيناها ما حدا راح يبناها. مدرسة العروبة التي لها باع طويل في الاهتمام بالمتفوقين وأهاليهم، ونحضر فعالية جميلة جدا يعبر فيها الطلاب عن قوتهم وعن عزمهم على أن يكونوا الأمل لهذا الوطن. جرى خلال الحفل تكريم 31 طالب وطالبة من ثانوية العروبة للمتفوقين للمرحلة الانتقالية، من أجل تشجيعهم وتحفيز باقي الطلبة على مواصلة العمل من أجل الإبداع والتفوق.